معارك محاولة السيطرة أو كما وصفت مؤخراً في تعز، هذه المحافظة التي لا يمر يوم عليها دون أن يحمل في طياته الكثير من التطورات الميدانية على مختلف جبهاتها الممتدة. فبعد اشتداد المواجهات في المدينة وريفها، ما تزال قوات الجيش تسعى لتوسيع التقدم في إطار عملياتها العسكرية لتحرير مناطق في مديرية الصلو وضواحي الأرياف الجنوبية للمحافظة. المواجهات التي لم تهدأ والتي اتسمت بالكر والفر منذ أيام في أجزاء واسعة بالريف ما تزال متواصلة في قرى الصيار والصفاح ونقيل الصلو المطل على مشارف مديرية دمنة خدير، الطريق الرابط بين عدن وتعز. استطاع اللواء 35 يتقدم في جبهة الصلو وجبهة الأقروض وجبهة الشقب، وحقق انتصارات كبيرة بالذات في مديرية الصلو بفضل الله وبفضل الرجال المقاتلين المخلصين الذي كان لهم الدور الكبير بعد الله في تحقيق هذا النصر الحاسم. التحول في سير المعارك لم يتوقف في ريف تعز فحسب، فقد شهدت المدينة أيضا اشتدادا للمواجهات بعد هجوم شنته الميليشيا على تبتي الخلوة والسوداء وجبل الحرام، المناطق التي كانت قد بسطت قوات الجيش السيطرة عليها في وقت سابق. وفيما ينقسم شكل المعارك المتصاعدة بين المدينة والريف ويزداد زخمها على أكثر من جبهة، شن طيران التحالف سلسلة غارات جوية على تبة سفتيل والأمن المركزي، ما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة وتدمير واسع في فندق سفتيل وبقية المواقع المستهدفة. هي معارك البحث عن التقدم وكسر الحصار الذي ما تزال المدينة تعانيه منذ أكثر من عامين، ومحاولة لإيقاف القصف العشوائي الذي يوجه للمدنيين كل يوم.